مرحبا مشاهدي قناة حنفال في كل مكان، على سلامتكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. الحوار بدأ، نتحدث على آخر تطورات الشأن الوطني في بلادنا، المشهد البرلماني، وين وصلت مشاورات تشكيل الحكومة، كتل برلمانية جديدة تشكلت، بيانات قاعدة تصدر الأحزاب السياسية باش تعطي موقفها على مستوى تقدم هذه المشاورات. نعود عليها بالقراءة والتحليل بحضور كل من السيد أسامة الخليفي نائب رئيس كتلة قلب تونس. مرحبا أسامة، شكرا على قبول الدعوة. ونائب رئيس الكتلة الديمقراطية الأستاذ عبد الرزاق عويدات. مرحبا سي عبد الرزاق، شكرا على قبول الدعوة. الزميل الإعلامي محمد الحمروني، مرحبا. والمختص في الشأن والخبير في الشأن الاتصالي الأستاذ رضا الكزدغلي. مرحبا سي رضا، وبيكم شكرا. خلينا نبدأ سي عبد الأكتواليتي. كتلة برلمانية جديدة تأسست، قلبت ترتيب الكتل تحت قبة البرلمان، الترتيب بعد اللي كان ربما على مستوى حركة النهضة الأولى قلب تونس الكتلة الثانية عدديا، لكن بعد توحد واندماج كل من الكتلة البرلمانية للتيار الديمقراطي والكتلة البرلمانية لحركة الشعب وأربعة مستقلين، يظهر لي مش مستقلين هما نائب عن الائتلاف ونائب عن الجبهة الشعبية ونائب عن صوت الفلاحين ونائب آخر أظن مستقل. ولا دونك تكون كتلة برلمانية بواحد واربعين، علاش قرار الاندماج هذايا سي عبد الرزاق؟ هو الاندماج ولا مش اندماج، هي وحدة برلمانيين. التجربة كانت معناها متابعة واستمرارية لتجربة الكتلة الديمقراطية في الدورة البرلمانية السابقة. احنا في حركة الشعب كيما الإخوة في التيار الديمقراطي قيمنا التجربة السابقة على أنها تجربة سياسية ناجحة. الأداء نتاع نواب حركة الشعب داخل الكتلة الديمقراطية كيما الأداء لنواب التيار الديمقراطي داخل الكتلة الديمقراطية كان أداء إيجابي وجيد، وكانت يعني آثاره إيجابية حتى على العمل الحزبي في حركة الشعب أو في التيار الديمقراطي. فلذلك من فترة ظهور نتائج الانتخابات كانت ثم مشاورات بين الحزبين، كان ثم تواصل بين القادة الحزبين، والمشاورات استمرت بعد دخولنا لقبة البرلمان كما احنا وكما التيار الديمقراطي، ومشينا في التشاور من اجل يعني بناء هذه الكتلة من جديد او الاستمرار في هذه الكتلة الديمقراطية من جديد. وكان الحديث بين الحزبين كل على حده، وكذلك بين قيادات الحزبين مجتمعين، وأثمرت هذه المشاورات وهذه المفاوضات إلى تكوين الكتلة الديمقراطية ب 37 نائب. ثم تواصلنا مع المشابهين لنا على الأقل في طروحات سياسية. بالضبط عويدات، شنو ما ربما الكريتير اللي على أساسهم وبهم أقنعتم بقية النواب اللي على حزب أخرى زادة هما معناها منجر الرحوي وعدنا الحاجي وأيضا فيصل التبيني ونائب مستقل وشكري الذويبي. كيفاش أقنعتوه؟ ما ثماش جهد كبير لإقناعهم، ثم اللقاء في مواقف، يعني ثم مربعات مشتركة التقينا عندها اللي هي التفكير في الدور الاجتماعي للدولة، التفكير في الحفاظ على القطاع العام، التفكير في إعادة هيكلة القطاع العام وإصلاحه من أجل مردودية اقتصادية ومن أجل قدرة تنافسية ومن أجل تقديم خدمات للشعب التونسي. الفكرة هذه تقريبا هي المحورية اللي التقينا عندها مجموع الذين كونوا الكتلة الديمقراطية. الكلام هذا يصدق على حركة الشعب، يصدق على التيار الديمقراطي، وكيف يصدق على الأخ عدنان الحاجي اللي هو من الائتلاف، ويصدق على الأخ منجي الرحوي اللي هو من حزب الجبهة الشعبية، ونعرفه من وطد. هو من الوطد الموحد، يعني الحزب معروف ومواقفه الاجتماعية، هو أيضا فيصل التبيني أيضا بمواقفه الاجتماعية وتوجهاته الاجتماعية، والأخ شكري الذويبي اللي عند واحد من أبناء حركة الشعب اللي هو محسن العرفاوي عنده معاه
معه علاقة صداقة ويعرفه في توزر، وتواصلنا معه والتقينا في هذه المربعات المشتركة. فقلنا نحن نفكر في تحويل ما سماه الملاحظون بفسيفساء الانتماءات داخل البرلمان. هذه الفسيفساء نريد أن نجعل منها وحدة، أن نجمع أكثر ما يمكن من الطروحات داخل البرلمان في كتلة واحدة تجمعنا وحدة داخلها تنوع وداخلها اختلاف. سنعود بعد قليل على هالوحدة البرلمانية هذه كما وصفتها سيادتك سي عويدات. تسمى الخليفي، أنا بلغني وأنه الكتلة النيابية والبرلمانية لحزب قاب تونس قاعدة تقوم هي أيضا بمساعي باش أنها ترفع في عدد النواب متاعها باش تطلع باش ترجع لمكانها الثانية لتكون الكتلة الثانية برلمانية. شوف، من قبل كل شيء خليني نبارك الأخيين في الكتلة الديمقراطية. شكرا. إن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله معناتها يخدموا في انسجام مع بعضهم ويخدموا في صالح حتى العباد والبلاد، وهذا احنا نلقاو كونه حاجة صحية في ديمقراطيتنا، كونه مجموعة من النواب اللي يتلاقاو حول فكرة واحدة ولا حول أفكار ينجموا ينسجموا عليها، فهذا علاش لا. فيما يخص قلب تونس، احنا تعرفوا هذا ماهوش معناتها سيبا ان سكوب، احنا قراب ياسر من العديد من النواب، وبل من معناتها كتلة الإصلاح اللي هي معروف أن عندنا معناتها أفكار متجهة في نفس التوجه، و كتلة الإصلاح اللي على رأسها حسون الناصفي وفيها طارق لفتيتي، هذه هي اللي تحكي عليها كتلة الإصلاح. بيع وفيها نواب من ندي تونس ومن البديل ومن أفق تونس. إيش بيه؟ اللي هي نفس العائلة. لا فقط معناها للناس اللي يمكن ما تعرفش كتلة الإصلاح شكون فيها. نفس العائلة بريسك الوسطية اللي اليوم مشتركين احنا نحو الحلول للمشاكل اللي تعرض لها البلاد. دي سي ان نمشي ونكونوا كتلة واحدة، ماهوش هذا المطروح اليوم. ثم فكرة الجبهة البرلمانية اللي تنجم تتكون وفي اتجاه معناتها كيف باش للدفع نحو البرامج ونحو الافكار اللي ندافعوا عليها معناتها مع بعضنا. شنو معناها فما ربما في الايام القادمه قد يتم الاعلان على هذا الانصهار نتاع الكتلتين؟ نجم ثم محادثات، مش انصهار. قلت لك ماهيش باش تكون احنا هنا بابل كتله واحده، معناتها ماهيش كتله تكنيك، ولكن الفكره الاخرى اللي هي جبهه برلمانيه نجم معناتها تكون فيها العديد من النواب وفيها كتل كبيرة كما الزوز كتل هذية اللي نمشي وفي كما قلت لك ندافع على برامج نشوفها كونها أرضية اللي نجم نتفق فيها ولا قوانين نجم نتفق فيها باش ندافعوا فيها اللي هي معناتها في المستقبل. دكتوري، عندكم النيابة الأولى والنيابة الثانية البرلمان، سمير الشواشي عندكم وطارق لفتيتي عندكم، تكتيك برلماني هكا ولا لا سي رضا الكزغديان؟ التكتيك برلماني لانه المشهد البرلماني تحت قبه مجلس النواب نقولش مخالف، ولكن وكانه صارت فيه بعض المفاجات على الاقل على مستوى النتائج نتاع الانتخابات. يعني اليوم وقت اللي نشوفوا الانصهار بين زوز كتل نتاع التيار والشعب نقولوا انه يمكن ينجم يصير. نشوفوا انه ايضا حركه النهضه زاد ضمت لها زوز نواب اخرين ولات 54. نشوفوا اليوم المساعي مع بين الكتله الثانيه والكتله اللي تكونت اول مره هي تصير حتى معناها برلمانيين، وان تتكون كتله حتى ويقع الاعلان عليها قبل الجلسه الافتتاحيه للبرلمان. دونك مشهد برلماني كيفاش تقراه اليوم بعد تشكل الكتل هذيا سيدي؟ بدايه نحب نذكر بانه البرلمان ليس حكرا وملكيه للنواب. البرلمان هو نتاج خيار الناخب، اي خيار قواعد خيار الشعب. وبالتالي التصرف في هذه الامانه، لاستعيد الكلمه الدلاليه لقيس سعيد في السيد رئيس الجمهوريه حتى نعطيه مقامه في الذكر، التصرف في هذه الامانه يفترض وضوح ودقه كبيره جدا، وان اليوم للبرلمان تحت قبه البرلمان ان يقوم بما يرى وينسق بما يرى بما
معناه يتوافق مع الاجنده السياسيه نتاعو ورؤيته، رؤيته لليوم، رؤيته للاستحقاقات القريبه جدا في على مستوى الانتخابي، وهي ستكون بعد في حدود سنه من في اقصى حد، وكذلك في 2024 اكسترا. هذا كله منطقي، ولكن هل أن هذا مفهوم من قبل الرأي العام؟ عندما يسمع الرأي العام اليوم على كتلة فنية، ماذا تعني كتلة فنية؟ هذه مرة ثانية تستعمل هذا المفرد، ماذا يعني كتلة فنية؟ ثم شكون يفاد لك يقول كتلة فنية تاع مهندسين يهندسوا فنيا، هل ماذا معني؟ خلينا نفهموها أكثر. اليوم نتحدث على جبهة برلمانية، مفهوم الجبهة، مفهوم الكتلة، مفهوم الجانب التكتيكي. هل هذه المصطلحات اليوم في متناول الرأي العام في أن يفهمها ويستوعبها ويساندها عند الحاجة لضمان حسن التصرف في الأمانة التي أعطيت للنواب في هذا المعنى؟ وهذا مهم جدا على مستوى الإعلام البرلماني. باش نجاوبك بعد على النقطة، لأني باش ندخل بهذا البعض هذايا، لأنه هذا يهمني ياسر برشا باش نفهم أنا. على مستوى الإعلام البرلماني، من يقوم بالإعلام البرلماني؟ هل يقوم به المسؤول القائم على الإعلام البرلماني حالياً، أم يقوم به النواب اليوم من خلال خروجهم الإعلامي التلفزي في هذا المعرض؟ فأتمنى أن هذا الحضور اليوم في هذا البلاتو سيساعدنا كثيراً، وهذه بداية حبيت نبدأ بها المداخلة باش نفهم باش ماذا بينا نتفاعلوا أكثر، ماذا بينا نستعملوا كلمة نحددوها بالضبط، شو معناها فنية، شو معناها جبهة، لأنه متعودين على كتل، وش معناها هذه الحركية الموجودة في هذا الإطار؟ نرجع لسؤالك اليوم، هذا التشكل اليوم يبدو أنه تشكل قد ظهر بناء على الاستحقاق الحكومي، على تشكيل الحكومي، ومن خلال أنا هكا أفهم من خلال ملاحظة صيرورة هذا الفعل القائم على اللقاءات اللي تمت بين رئيس الحكومة المكلف والتصريحات اللي خرجت والاحترازات والشروطات إلى غير والاشتراطات والضمانات المطلوبة إلى غير ذلك، ويبدو أن المسألة ليست بهذه البساطة بأن نفهم أنه مثلا الكتلة الديمقراطية هي فقط لأنها متوافقة في السياسات وفي البرلمان، هي أبعد من هذا بكثير. هل أن من مثلا من استدعى الى الكتله توحد انه التيار الديمقراطي ام حركه الشعب؟ اذا علمنا بان التيار الديمقراطي سجل نوع من الليونه في الموقف في المشاركه في الحكومه، المشاركه في الحكومه، بينما حركه الشعب لا تزال على بعض المواقف الاوليه التي لم تتغير كثيرا. فهل انه حركه الشعب ستستفيد وستحرج، هذا السؤال اللي ستحرج الحركة الكتلة التيار الديمقراطي بهذا التحالف؟ وهل أنه دخول مع يعني النواب معروفين بمواقفهم مواقفهم يعني الواضحة جدا من التشكيل الحكومي ومن التفاعل وحرصهم على البقاء في المعارضة سيدعم موقف حركة الشعب في هذا الإطار ضغطا على التيار الديمقراطي؟ سيما وأنه فما بعض التصريحات وبعد نرجع عليها مع سي عويدات ربما حتى في التعبيرات مش كيف من الطرفين، نرجع للنقطة هذه. ولكن سي محمد نكمل جزئية بسيطة باش نكملوا بها الجواب على السؤال. لكن في نفس في المقابل يعني هالحركة هذه جرت اليوم حركة أخرى، وهي سعي يعني قلب تونس الى الاقتراب من وهنا لازم نفهم بالضبط شنو هو اللي قاعد يحصل. لانه تذكر انه سي حسون ناصفي وقت كان معنا موجود هنا كان تحدث عن الكتله الديمقراطيه، وكنت طرحت عليه سؤال ولم يجب عليه، وطرحت عليه سؤال هل كنتم قمتم بدور العنصر الموازن في الانتخابات النائب الثاني لرئيس البرلمان؟ وكانت يعني عملية معناتها نمطية أو إشارة مؤشر على تحرك الحسابات حسابات 1+1 يساوي 2 في البرلمان. فماذا بينا كيف نعرفه اليوم؟ هل أنه فما رد فعل وردة فعل؟
اليوم تكونت كتلة من هنا، غدوة تتكون كتلة من هنية، ربما غدوة حركة النهضة تولي تكون كتلة أخرى هي مثلا الائتلاف وحزب الرحمة إذا كان رضى علينا وحب يشارك في الفعل السياسي البرلماني، لأنه علمنا بأنه سيكون متفرج. إذن الأربعة نتاعو هو و22 من هنية ولا يعني حقق حقيقة فما غموض، فما غموض اليوم يكتنف مستقبل العمل البرلماني. العقل السياسي البرلماني كيف يتحرك؟ هل أنه عقل يتحرك بناء على مستجدات ومتغيرات ساعة بساعة كما قضاء الساعة بساعة، أم أنه يتحرك برؤية استراتيجية واضحة دقيقة تساعدني أنا كناخب وتساعد الرأي العام على فهم هذه المتغيرات، ولا أن لا يتم التلاعب كثيرا بالمفردات والمصطلحات التي ستكون في كل الحالات هي مفردات مناورة أكثر منها مفردات إقناع للرأي العام. هذا تقديري أنا، ربما يتغير بعد ما نسمع التفسيرات والتوضيحات لاحقا من عند الإخوة النواب الأفاضل. وبالتالي سي محمد حمروني، والتفاعلا مع سي، وانا عندي سؤال قبل التفاعل، إجابة أي تأثيرات للتحركات بتاع المشهد البرلماني ذي والمتغيرات على مسار مشاورات تشكيل الحكومة؟ تغير مش تغير، هما مرتبطين ببعضهم. نحن اليوم أمام يعني حراك، خلينا نقوله تكتيكي في البرلمان، سياسي مرتبط ربما بتشكيل الحكومة، ولكن هذا التكتيك السياسي يستنجد بالاستراتيجي لإعادة تشكيل التكتلات وفق المشهد التقليدي في الحياة السياسية التونسية. إيش معنى هالكلام هذا؟ يستحق شوية توضيح. معناتها كما اللي ديتو متاعك في الرأي العام التي أثارت جدل، وسمى الخليفي من غادي موافقني يقول لي ربما نرجع له. معناها الكلام هذا؟ معناتها نحن اليوم اللي قاعدين نشوفه فيه في المجلس هو إعادة تشكل المشهد السياسي وفق ما عرفناه تقليديا من تقسيمات في الحياة السياسية. احنا في الحياة السياسية التونسية عندنا ثلاثة عائلات كبيرة: العائلة القومية اليسارية، العائلة الدستورية، والعائلة الإسلامية المحافظة. اليوم في مواجهة التحديات اللي يفرضها تشكيل الحكومة، فما حراك في البرلمان نحو إعادة نحو خلق تكتلات. هالتكتلات هذه وفقا شنو باش يقع؟ وفقا على أي أساس باش يتم؟ ستتم وفق يعني المشتركات التقليدية بين الأطراف هذه. احنا مع الجبهة الشعبية تقليديا كانت فيها يساريين وقوميين وهذاك، ولا يشتغلوا على هالمحور الاجتماعي. عندنا العائلة الدستورية اللي شتتت ولكن الآن ربما قاعدة تتلم في البرلمان كما العائلة اليسارية القومية، وكذلك فما كتلة أخرى اليوم الإسلاميين اللي ربما كما قال سيريزا ربما زاد هم ينجموا يتحالفوا المحافظين بصفة عامة، ربما حركة النهضة الائتلاف اللي يقرب منها. إذن ما يقع في البرلمان ليس بدعة وليس جديدا وليس اكتشافا، هو ذلك المشهد الذي تشتت بفعل الانتخابات الأخيرة، وهي حالة غير طبيعية في الحياة السياسية التونسية. لازم تقول كأنها مصطنعة نوعا ما، نظرا لأنه أصبح عندنا فوق 220 ربما حزب، وهذا غير طبيعي. يعني شنو اللي فرق ما بيناتهم من الأحزاب هذه الكل؟ ستجد كل مجموعة تلتقي حول مجموعة من المشتركات. في النهاية نعود إلى التقسيم التقليدي متاعنا في الحياة السياسية التونسية اللي هو العائلة اليسارية القومية، العائلة الدستورية، والعائلة الإسلامية. هذا شنو يؤدي بعدك في تأثيراته في تشكيل الحكومة؟ تأثيراته في تشكيل الحكومة أنه لا بد ومش ممكن لأي معادلة سياسية في البلاد أن تقوم دون أن تكون هذه الأطراف ممثلة بطريقة ما في المشهد السياسي. اليوم نحن عندنا رئيس، معناتها هو رئيس برلمان نجم نقوله من التيار المحافظ اللي هو الأستاذ راشد الغنوشي ربي يبارك فيه، وعندنا الأستاذ قيس سعيد اللي نجم تحطه بعض الناس يحطوه حتى على يمين، يعني على يمين النهضة، يعني هو محافظ كذلك. والمشهد هذا معناتها سيكون مختل جدا لو لم نقم من خلال تشكيل الحكومة بإعادة التوازن للمشهد السياسي. المشهد السياسي القادم لابد أن تكون هالأطراف هذه ممثلة فيه حتى نعيد التوازن. مش ممكن أنه نمشي في معادلة سياسية نجم تكون مختلة ومش ممكن تمر، ولن تمضي ولن تحقق الاستقرار للبلاد. أنا ذكرت في الافتتاحية اللي أنت تحدثت عليها على تجربة 2014 وسيلبيجي الله يرحمه. نرجع نحكيه على التداعيات الإيجابية يعني والسلبية، ولكن محمد السؤال، هل متأكد وأنه هالحركة ذي اللي تعتبر ولو أنه عادي ينجم يكون في إطار تنسيق بين العمل البرلماني وصحي علامة صحة، ينجم يكون عنده تأثير ويغير مجريات المشاورات تشكيل الحكومة؟ ليس بالدرجة كبيرة جدا، لأنه يعني قلت
الاطراف كيما التقى التيار مع حركه الشعب وكيما يمكن يلتقي معناتها قلب تونس مع اطراف اخرى كيما تلتقي النهضه مع الوحده. وبالتالي يعني التقسيم تقريبا سيظل كما هو، لانه يعني عندما تلتقي التيارات داخل الوحده ستجد ثلاثه تيارات وسيبقى الترتيب تقريبا كما هو. دونك احنا ماناش امام تغير كبير في المشهد. سعودي تحدثتم على انه التنسيق هذايا ولا الانصهار بين الزوز كتل في اطار ما سميته بالوحده البرلمانيه، بمعنى وانه العمل سيقتصر فقط تحت قبه البرلمان والا سيكون له انعكاس مباشر على تمثيليتكم في الحكومه. ليلى الحديد القياديه في حركه الشعب تقول انه التيار وحركه الشعب سيكونان معا اما في المعارضه او في الحكومه، بمعنى وانه اليوم ممكن يسر حتى على مستوى فريق التشاور مع السيد الحبيب الجملي المكلف بتشكيل الحكومه، ممكن حتى على مستوى نلقاو لجنه مثلا مشتركه بين زوز احزاب. شوف اولا الساعه كنت تحدث على التقسيم ايه؟ الذي جمع المكونات الجبهة المكونات الكتلة الديمقراطية ليس التقسيم يساري يميني وإنما ولا يساري قومي. الذي جمع هذه الكتلة هو التوجه الوطني الاجتماعي الشعب على أساس بعد وطني اجتماعي شعبي. لذلك قلت لك أنا أري المربع الكبير اللي جمعنا الناس الكل هو التوجه إلى دور الدولة الاجتماعي دور الدولة الاجتماعي. لذلك اللي جمعنا هو هذا التوجه الوطني الاجتماعي الشعبي، وهذا يصدق على التيار الديمقراطي، يصدق على حركة الشعب، يصدق على المنضمين إلينا من جبهة من وطد ومن حزب فلاحين. إذا شنو اللي جمعنا؟ ليس الانتماء إلى اليسارية أو إلى الجبهة الشعبية وطروحاتها ولا إلى فكر يميني ولا إلى فكر قومي، وإنما الذي جمع هؤلاء كلهم هو التوجه الاجتماعي لدور الدولة، الدور الاجتماعي للدولة. الشعبي للدولة. إذن هذا الذي جمعنا. كيف سنتعامل مع الوضع السياسي؟ نحن بالنسبة إلينا قلنا هذه كتلة تجمعنا في المربع المشترك أو في المربعات المشتركة مع الحفاظ على الخصوصية السياسية، خصوصية الطرح السياسي لكل حزب. كل حزب حر في أفكاره، في توجهاته، في رؤاه، في مواقفه، ولكن ثم الجانب المشترك الذي ننسق فيه ونعمل فيه هو هذا الذي يجمعنا. تعالوا إلى كلمة سواء، إذا ثم كلمة سواء جمعتنا ننسق فيها عملا البرلمان. كيف سنتشاور مع السيد رئيس الحكومة المكلف؟ بالنسبة لي التيار الديمقراطي سيتعامل وسيتفاوض مع رئيس الحكومة المكلف من خلال بمقدمة هياكله الحزبية. حركة الشعب ستفاوض السيد الحبيب الجملي من خلال هياكلها وكوادرها الحزبية. ثم التنسيق بيننا بين الحزبين سواء داخل الكتلة أو بين الحزبين خارج الكتلة، تنسيق بيننا، ندفع في اتجاه ندخل معا للحكومة أو نبقى معا في المعارضة، لكن ليس من منطلق أن نكون فريق مشترك من البرلمان للتفاوض مع إيمان. شو معنى ندفع نحو أن نكون إما في المعارضة معا وإن في الحكومة؟ هذا في مستوى التنسيق خارج أي التنسيق الحزب بين الحزبين، التنسيق بين الحزبين، لكن في نهاية الأمر ما يطرحه أنا عندي سؤال. مرحبا. نحط فرضية لو كان مثلا هذا ولا هذا، هذا التيار توصل إلى توافق مع رئيس الحكومة باش يكون موجود في الحكومة وما حبش لم يقع التوافق والتفاهم مع حركة الشعب، ولا العكس تفاهموا مع الشعب ما تفاهموش، شنو مصير الكتلة هذه مثلا؟ احنا بالنسبة لينا مصيرها وتصويتها، خاطر ليلى حداد راهو كانت واضحة، ليلى حداد هي القيادة فيها تقول وأنه سنكون معا في الحكومة ولا في المعارضة، دونك المشاورات، الضمانات، الشروط، المطالب نتاع الانضمام للحكومه ومن عدمه باش يكون مشترك بين هذا متوقف على تنسيقنا فيما بيننا، على ربما تنازلنا او تنازلهم لاحد الموقفين، ولكن هذه يتم نقاش بين الحزبين. اليوم مثلا عندكم نفس الشروط، مثلا قدامنا قلب تونس، موقف التيار واضح يقول لك انا اليوم عندي فيتو، لو كان الحكومه جايه باش يكون فيها قلب تونس التيار سيكون في المعارضه في المساله هذه،
قلت لي تسأل حركة الشعب وقيادة حركة الشعب سي عبد الرزاق، قلت لي ليه احنا لعنا اشتراطات لعنا ضمانات. احنا عنا برنامج، والبرنامج الذي نفترضه او الذي نشترطه هو تقريبا ما يشترطه التيار الديمقراطي، ولكن فما شروط اخرى بخلاف البرنامج. انا ما حكيتلكش على البرنامج سيدي، البرنامج نحطوه ايدونتيك. كيف سيشارك التيار الديمقراطي في الحكومه لو لم يكن البرنامج فيه ضمانات الدور الاجتماعي للدوله الذي يستجيب لطموحات الجماهير كما نرى؟ ليس عبد الرزاق، ما تروغنيش يا عبد الرزاق، ما تروغش انت فيه. ينجم حبيب الجملي يتبنى كل النقاط نتاع برنامج التيار وبرنامج حركة الشعب، يجي التيار يقول لك اتبنى البرنامج سنمبيش، هذا لا يمنع واني انا طوكو قلب تونس موجود، انا ما نكون انا في المعارضه. شنو حركة الشعب؟ شنو موقفكم من هذا؟ احنا بالنسبه لنا اذا كان البرنامج الذي وافقنا عليه وهو دور اجتماعي للدوله يوافق عليه قلب تونس بما يطرحه من تصورات للدوله، انا اللي نعرفه ان قلب تونس يطرح تصورات للدوله غير التي نطرحها نحن. تصورات للدوله هو الدوله الليبراليه. انتم الدوله الاجتماعيه. احنا الدوله الاجتماعيه. اذا كان قلب تونس تخلى عن خصائص الحكم الليبرالي الى خصائص الحكم الاجتماعي، لا تصور ان وقع هذا انه يصبح مرفوضا من التيار الديمقراطي او من حركة الشعب. الحديث هنا ليس على سمحت على اساس البرنامج. الحديث ليس على برنامج الاحزاب. يا باش تسهل وباش تحط راسك في العالم. الحديث ليس على برامج الاحزاب. الحديث على برنامج الحكومه. اي برنامج الحكومه. قلب تونس يوافق على برنامج حكومه اجتماعي. اذا السؤال هنا شنو هنا شنو باش يكون الموقف؟ بالضبط. احنا ما نتحدوش على البرنامج نتاع قلب تونس او هو قائم على برنامج عمل الحكومه. لا الامر قائم سي محمد، الامر هنا قائم على افتراض. لنفترض ان البرنامج الحكومي الذي يطرحه السيد حبيب الجملي هو برنامج الدور الاجتماعي للدوله، ولنفترض ايضا أن قلب تونس قبل بهذا، ونفترض أيضا أن التيار الديمقراطي لم يقبل بهذا، إذا أقول لك كما قال مالك بن أنس، دعها حتى تقع. أنت أجبت على سؤال، أنت كنت تجيب عنه في الافتراض. فرضية فرضية محرجة. لا لأنها تقريبا غير ممكنة. شخصيا أنا ما خديتش جواب ممكن. سي رضا. حتى غير ممكنة. موقف واضح سي رزق. علاش؟ أو أسامة عنده الإجابة، علاش أسامة؟ علاش؟ خاطر ما تنجمش معناتها تجي الناس كما في حركة الشعب تاريخهم بنضالهم بكلامهم اللي وبتوجههم تجي اليوم تطلب منهم انهم يكونوا اقصائيين. هذه عمرها ما كانت لا في تاريخهم لا في توجههم السياسي لا في واحد. دوك اليوم ما ينجمش يقول انا نحب نقصي الطرف الفلاني، ماهيش تركيبتهم هذيا، وانا نعرفوهم. انا معناتها نعرف حتى في جهتي. نعرف تركيبتهم، نعرف طينتهم، ونعرف كيفاش يتصرفوا، ونعرف شنو توجههم. عمرهم ما يكونوا اقصائيين. التيار اقصائي دونك. ما ينجموا يجاوبوا، تو نحكوا على حركة الشعب. اي دونك التيار اقصائي. لا مش التيار بركة، اليوم تعتبر وانه الاطراف السياسية التي اشترطت تواجدها وتمثيليتها في الحكومة مشروطة باقصاء قلب تونسي اطراف اقصائية اسامة؟ بيع. شنو نجموا نسموه حاجة أخرى؟ إذا حزب تخبو الشعب موجود ب 38 نائب، تجي أنت كطرف زاد انتخبك الشعب لكن تعطي لروحك الأحقية. صور بالله أنا سؤال، ولهنا نرجع معناتها للمقال اللي ديتو تاع سي محمد كان حطيناها اليوم وانطلق. كان سي الباجي الله يرحمه جاء في 2014 قال أنا النهضة لا، النهضة نقصيوها، النهضة ما نتعاملوش معها، النهضة كيفاش كان يكون حال البلاد؟ وين كنا نجمو نمشيو؟ لكن بيع سي الباجي عنده الحكمة السياسية وعنده النظرة السياسية اللي خلانا نمشيو وننجحوا في المسار، وضحى بحزبه اللي هو اليوم اتقسم، واللي هو اليوم معناتها جاوا لاموا عليه الناس في الانتخابات وقالوا له أنت راك مشيت في التوجه هذا وبتاع التوافق الواحد دوك ما عادش ننتخبوك. فا احنا اليوم ثم تخوف. لا ما ثمش تخوف. شوف في الاخر ثم يرجع شاهد العقل. واحنا اللي تشوف فيه اليوم في البرلمان، علاش قلت حاجه صحيه؟ لانه عندنا مشكله في البلاد اليوم اللي هو النظام هذا القانون الانتخابي اللي كنا في الاخر نخرجوا بنتيجه
اللي كي هذوكم التلامذه اللي في القسم الاول فيهم ما عندوش المعدل. معناتها كنا ما جبناش المعدل اللي خلينا باش نجم تحكم وحدك ولا تنجم تخطر برنامج وحدك ولا الوعود هذيك الكلها اللي مشيت فيها باش تجي تقول كيفاش لا حركة النهضة لا قلب تونس لا التيار الديمقراطي لا حركة الشعب لا الناس الممثلة في البرلمان اليوم ينجم أي طرف وحده يجي يقول راني باش نحكم البلاد وحده وإلا يعطينا الفورميول هذه خلينا نشوفوها كيفاش تجي نتاخذ كالكولاتريس. فدونك هالتشتت اللي صار في البرلمان طبيعي ولهنا نرجع لسيادتك طبيعي كونه في هالتوازن الضعف هذايا تتكون معناتها ودير دي فورس قوى سياسية تتقارب في برنامج تتقارب في توجه تتقارب في تمشي وهذا صحي لأنه البرلمان هو اليوم في استاد متاع الميزون بلاس كأنك أنت داخل الدار تحط فيها الموبل كل لكن مفرد ما باش تعيش فيها يزمك تنظمها يزمك الكتب تحطهم في بلاستهم يزمك الكوجينة تتنظم هذا هو نعطي مثال كي تنظم تولي ثم النجاعة والنجاعة باش تجي فيش في التوجهات السياسية اللي هي مرئية باش ما تعبوش التوانسة ياسر يمكن ثم زاد عمل النجال اللي هو مهم واللي فيه هذايا معناتها التوازنات السياسية اللي يخلي كونه كل كتل أو كل قوى البرلمانية تكون ممثلة هذاك علاش تشوف كونه ثم كتل تتكون ثم وهذاك علاش نسميه كتل تقنية كما صار مع حركة الشعب والتيار بقطع النظر على التمشي اليوم تاع الحكومة لأنه هذا بشوف بعد التصويت على الحكومة لكن توجهات العامة في البرلمان يلزم يصير فيها ميزون بلاس باش ما يصيرناش هذاك إيه ولكن الأهمية أسامة في الفترة هذه في فترة مشاورات تشكيل الحكومة لا لا. وفي فترة منح الثقة على الحكومة لا مش أنتم يمكن في قلب تونس يمكن حسب بيانكم الأخير يمكن باش توفروا هل بنظفرين الأحراج هذا على عديد القوى السياسية باعتبار وأنكم عربتم مرة أخرى في بيانكم الأخير كقلب تونس أنكم غير معنيين بالمحاصة ولا بالمشاركة في الحكومة القادمة؟ هو نفسروه احنا اش قلنا البلاد اليوم في حاجة ساعة الكون تكون عندنا حكومة لأنه الفراغ السياسي هذايا نتاع 9 شهور والناس ومواصله اليوم في الحمله الانتخابيه وكانه ما معناتها ما خذتش وقتها الحاله هذه وكانه ما عندناش استحقاقات مستعجله للتوانسه دخل علينا شتاء دخل علينا معناتها مشاكل كبيره للبلاد اللي هي معناتها حابسه والادارات اليوم ماهيش قاعده ممكن نقولش ما تخدمش خاطر لكن كل الناس كل في حاله انتظار واولهم الشعب التونسي اللي مشى للانتخابات واللي شارك في التمشي الديمقراطي هذايا باش يلقى قوى سياسيه تلقى له حلول فهذه اولويه الاولويات الاسراء باش تكون عندنا حكومه مكلفه اللي تمشي تحل مشاكل الناس. اثنين احنا قلنا المحاسه الحزبيه اش معناتها كونه كل حزب عنده مطالبه الحزبيه باش يرضي بها المواطنين والمواطنات ولا الناس اللي صوتوا له ولا اللي ساندوه مع كل حد عنده ضغط هو بيدو من الناس اللي ساندوه ولا من حتى المناضلين نتاعو هذا يجي يفرضها على حكومه اللي هي حكومه اذا ما تكون نتاع التوانسه الكل باش تحل التوانسه الكل مش باش تحل مشاكل المناضلين نتاع حزب التيار الديمقراطي ولا نتاع حزب قلب تونس ولا نتاع حركه النهضه هي باش تحل مشاكل التوانسه الكل لانها حكومه التوانسه الكل. الضغط هذايا يولد شوي من التشنج وشوي من الطلبات اللي نحبوا نرضيوا بها مناضلينا وناسنا اللي هما معناتها الرصيد الانتخابي نتاع الحزب. فقلنا هذا احنا في قلب تونس اول من يتنازل عليه، احنا لا عندنا طلبات حزبيه لا جايين، الطلبات نتاعنا هي نقولوا البرامج اللي باش تحل مشاكل التوانسه، دونك محاربه الفقر، التعجيل بمعناتها كونه نلقاو حلول للمشاكل الاجتماعيه والاقتصاديه اللي تعاني منها البلاد واللي هي اليوم باش تسبب لنا في مشاكل اجتماعيه كبيره. التعجيل في كونه نلقاو حلول للمشاكل الاقتصاديه والعديد من المقترحات اللي اقترحناها على رئيس الحكومه. فدونك اش قلنا؟ قلنا رانا ماناش معنيين بحكومه يصير عليها ضغط نتاع محاصصه حزبيه، كل حزب يجي يفرض شروطه الحزبيه. وقلنا احنا شو نقولوا؟
وقتاش نجم نساندوا هذايا؟ وهذايا المسانده هي منطلق كونه الحكومه هذه ماهي عينتها حركه النهضه. احنا ما عندناش مشكله ايديولوجيه مع الحكومه، ما عندناش مشكله ايديولوجيه مع اي طرف، عندنا نحب نسرعوا باش نلقاو كلنا مع بعضنا حلول لمشاكل التوانسة، وهذاك شحبوا التوانسة. يعني في إطار التسريع هذا مثلا قلب تونس ينجم يزكي ويصوت للحكومة حتى لو كان مش ممثل فيها. هاو كيف هاو كيفاش ولهنا تموقع قلب تونس باش يكون محدد، مازلنا ما حددناش. إذا كان الحكومة هذه تطرح معناتها البرنامج اللي احنا نشوفوا فيه حل لمشاكل التوانسة، انا باش نرجعوا للبرنامج البرنامج خاطر باش نعملوا تبدا مع البرنامج حاجة. خلينا اثنين، تكون حكومة ما تعودش معناتها النموذج نتاع الفشل اللي معناتها وصلنا للحاله هذه. ثلاثه، يكون فيها كفاءات كفاءات حقيقيه اللي تبدا عندها معناتها الدرايه باللي دوسيه نتاعها والملفات وتشرع في الحلول نتاعها. وقتها احنا ما عندناش مشكله، قلنا انه هذه حكومه التوانسه الكل، ما عندناش احنا ماناش في الصراع ايديولوجي مع الدوله باش نجيو نعاديو الدوله ولا الحكومه. احنا الصراعات السياسيه والاختلافات، ما نحبش نقول اختلافات، اختلافات السياسيه معناتها حددناها واتفقنا عليها في خلال 8 سنين، ماناش باش نرجعوا لها وباش نضيعوا وقت التوانسه في مساله الهويه، في مساله الثوره ومش ثوره، في مساله هذايا اللي يلزمنا نقدموا به اليوم. ملاحظه فقط كان تسمح. اي قبل ما تفضل. تفضل. احنا تو تحدثنا وفي غياب واحد يمثل التيار الديمقراطي وتحدثنا عليه وقلنا اقصائي ولا ماهوش اقصائي. أنا لو مش احنا قلنا هذه كما يقرأ النقاش اللي داره كما يقرأ وكما السؤال اللي وجهته أنت للأخ أسامة. أنا كان لو مش نجبدوا التيار الديمقراطي المفروض راه واحد منهم حاضر معانا، ما نجمش نسمح للروح نتكلم باسم التيار الديمقراطي. ما طلع ما ما نقطة مشتركة باسم التيار. أنتم نحكيو ككتلة ديمقراطية اليوم، أنت هنا تمثل التيار راك تمثل نواب التيار ونواب حركة الشعب. نوضح النقطة التالية، هذاك علاش نحب نوضح النقطة التالية، مانيش باش نتكلم باسم التيار الديمقراطي، اما باسم الكتله الديمقراطيه. الكتله الديمقراطيه اللي فيها التيار الديمقراطي حريص، التيار الديمقراطي من خلال تعامله معنا في الكتله حريص على الدور الاجتماعي للدوله، لكن ايضا في تحاليله وانا كمتابع لهم في تحاليلهم يعتبروا انه الفساد من اكثر الاشياء اضرارا بالحياه السياسيه ومن اكثر الاشياء حاله دون ان تحقق الدولة التونسية لمواطناتها ومواطنيها الانتظارات نتاعهم. سنعود على أولويات هذه. لذلك لو التيار الديمقراطي يلقى الضمان للقضاء على الفساد بآليات وبتصديات للفساد وآلة الفساد، ما نتصورش أنه ما يشاركش في الحكم. هالتقنية هذه وهاللجان وهالكتل التونسي فين منها سي رضا؟ والله هي أنا نرجع للكلام سي أسامة لأنه طمني في استعمال بعض المفردات. قال هناك ضغط شعبي، هناك انتظارات، هناك متابعة. إي نعم، التونسي وين من هذا الكل؟ التونسي قاعد بعد الوهج اللي حصل بعد الانتخابات والانتشاء والاهتمام العودة إلى الاهتمام بالشأن السياسي. اليوم التونسي قاعد يتابع في هذا الكل، وهذا بديت به في المداخلة بالأول، قاعد يتابع ومش يتابع. التونسي اليوم في سجل الأحداث اللي قاعدة تستجد يوميا أمنيا واجتماعيا واقتصاديا، اليوم يسمع عليه كيلو اللحم باش يولي ب 40 دينار، يرى أنه جرائم متنوعة قاعدة تقع في الفضاء الاجتماعي، يعني متنوعة ومريبة وتخوف، تخوف حتى الإنسان ولات الناس تفكر. يذكروني شويه بالبرازيل، تفكر وقت اللي يتيح ليك باش يروح. يخاف لانه يحب يعمل لو سيركوي الاكثر ضمان من البراكاجات والاكثر ضمان من مالوخا. سي هشام المدرب تحدث على تامين يعني قدره الامن نتاعنا والجيش نتاعنا على تامين الحدود، لكن نحبوا زاد قدره على تامين الفضاء الحضري والفضاء الريفي في الجانب هذايا. نتحدث اليوم على الجانب الامني فيما يتعلق بما يتداول حاليا من قضايا فضائي العام، قضيه الوردانين مثلا اليوم قضيه مثيره للاهتمام فضائي العام. قضية يعني القضايا هذه المطروحة اليوم اللي هي موجودة، وقضية البارح في البلاتو السي طارق الشريف يتحدث على قضية الجباية وقدرة النسيج الصناعي على الثبات
في الـ في الـ في البلاد وما يمشيش للبلدان اخرى. الممثل الاتحاد الفلاحين يتحدث على منظومات اليوم ممسوسة في هذا. هل اللي قاعد يحدث اليوم في البرلمان، مرة أخرى أعود لأطرح السؤال، ما هي القدرة الاتصالية والقدرة السياسية والعقل السياسي الاتصالي والإعلامي للفاعلين البرلمانيين في تجاوز هذه المسائل أو المفردات التقنية في التعامل مع الشأن، سواء بتكوين قوى أو غير ذلك، إلى الإبلاغ، إلى التأثير، إلى الإقناع، إلى الطمأنة؟ نحن في حاجة إيمان إلى الطمأنة. ما زالت الطمأنة لم تستقر بعد، وما زلنا ننتظر وننتظر من رئيس الجمهورية مبادرات أكثر قوة بشكونا موجودة. تقصد على الأقل سيريضا بديسكور أوفيسيال، معناه بخطاب رسمي؟ يعني لو مثلا أنت ديما تلوم وتقول مؤسسة رئاسة اليوم ما فيهاش نطق رسمي، الحكومة بصدد التشكل، وأنه هذا قولك ما يعنيش وما يبررش، وأنه حتى على مستوى المفاوضات نجم يكون فما نطق بن ظفرين رسمي. البرلمان تدعو منذ قليل إلى ضرورة الإسراع بأن يكون خطة معنى النطق الرسمي باسمه. هذا الكل نجم يقدم خطاب تقول أنت نجم يطمن، مش باش يعطي الإنجازات ميدياتمو، ولكن على الأقل يعطي حقيقة الأوضاع، وحتى يقول فما إصلاحات ألونتام هم جايين. هو فما زوز مستويات في الإبلاغ والتأثير. المستوى الأول هو المستوى الرسمي الذي يلزم بالموقف الرسمي، ومن المهم جدا أن نتحكم في هذه سلسلة العمليات فيها على كل مستوى. نتحكم عليها فيها في كارتاج، نتحكم فيها في قصر الضيافة، ونتحكم فيها في باردو، ونتحكم فيها اكسسوارمون في القصبة، لأنه اللي قاعد يوقع توا من تعيينات فيها عدة شبهات وشبهات حتى محاباة ومحسوبية. مهم جدا أن يكون الرأي العام منتبه في هذا الأمر. هذا جانب، ولكن الجانب الثاني هو في يسميهم ليزامباسادور، السفراء الإبلاغ والتواصل مع الرأي العام، اللي هم النواب، اللي هم مطالبين عندهم في الالتزامات نتاعهم أنهم يتنقلوا للجهات وأنهم يكونوا في تواصل مباشر مع الجهات. يخرجوا عندهم أسبوع هكا ولا باش ما نغلطش، عندهم أسبوع في الشهر، الشهر يخرجوا به أسبوع اليوم في الشهر. اليوم ننتظر أنه فقط نخرجوا من الاستديوهات التلفزة، ومن استديوهات الإذاعات، ومن التصريحات الصحفية اللي عندها شروطها وتتحدث على شروطها، إلى الميدان، إلى الإبلاغ، إلى التواصل، إلى الطمأنة. راهم مسؤوليتكم كبيرة ياسر أيها الساسة البرلمانيون. نجاوبك راه حتى نجاوب. أنا مسؤوليتكم كبيرة ياسر، يلزمكم تفهمونا اش معناها التقنيات وهالتكتيكات والكذا، هذا كله فهموه لنا، وضحوه. حتى كي تقول لي الدور الاجتماعي للدولة، وضحوا لي اش معناها دور اجتماعي، وش معناها نمط ليبرالي، وش معناها نمط غير ليبرالي. وراه المفردات الفروق السياسيه ومفردات هذه الفنيه تحتاج الى تبسيط مهم جدا. هذا مازال ينقص، لانه ستصل ايمان مرحله وسنصاب مره اخرى، سمحني في الكلمه، بالانكماش، وسنعود الى مرحله ما قبل الانتخابات. لأنه في مرحلة ما قبل الانتخابات كان حالة كبيرة جدا من العزوف، وكنا نخاف من نسبة المشاركة، وكنا نخاف، والحمد لله جاءت الانتخابات وبينت أنه رجعت الوهج ورجعت الانتعاشة. أنتم اليوم في أمانة المحافظة عليها وإبلاغها في هذا الإطار، وهذايا دور الإعلاميين اللي يلزمهم بتحملوا مسؤوليتهم، ودور كذلك البرلمانيين والسياسيين. اليوم نتحدث قدام برلمانيين، نحب كما قلت من البداية نوصل في اخر هذا البلاتو الى ان اقتنع بالقوه التواصليه الاقناعيه. نعم. لكلاكما في اقناعي بان الكتله الديمقراطيه اللي انت تو متحرج شويه، ما نحبش نتكلم على التيار وكذا وكل شيء، لازمك تتكلم على التيار. لا في الخيارات السياسيه لازمك تقنعني. لا لا وانت ككتله يا اخي الخيارات السياسيه كيف انت عبد الرزاق خياراتك، الخيارات السياسيه لبرلماني التيار باش تختلف على الخيارات السياسيه لقياداته الحزبيه في ما هو مشترك بيننا. هي نفس المشترك. هل في عندك مشترك وين؟ انا نرجع انا نجيو لكلمه في محافظه. اعطيني اسبوع في اسبوع باش نقعدوا ننتظروا شنو هي استراتيجيه التصويت اللي باش تعمل الحكومه. سي رضا، انا في اعتقادي المشهد الان في تونس ما زال متأثر بنتائج الانتخابات. نحن الآن لم نخرج ما سميناها لطخة، ولا ما زلنا
في تحت تأثير اللطخ. إيش معنى هذا؟ ثم هالحالة الثورية اللي قالوا جات مع الانتخابات ما زلنا تحت تأثيرها، والحديث على ما تشركش هذايا وكذا، يعني كله الآن قاعد يدور تقريبا ويحسب في المسألة ماهوش سياسيا ماهوش مصلحة البلاد، وإنما يحسب فيها انتخابيا. أنا كي باش ناخذ القرار باش نشارك هذا أو ما نشاركش هذايا، ماذا ستكون كلفته انتخابيا غدا؟ أنا في اعتقادي، وخليني أكون واضح، واللي يحب يزايد عليا في الثورية خلي يزايد من هنا الغادي، واللي يحب يقرأ التاريخ وش عملنا وش نظننا ما فهمش مشكل. لما تكون مصلحة البلاد في الميزان يلزم الذي يتحكم في العملية هو العقل السياسي البارد اللي يخدم بالستاتيستيك مش بالعاطفة وبالاندفاعات وبالموجات وبالهوجات. جدي بيان الهوجة السياسية، لأنه اللي عمله سيلبيجي واللي أنا استجدت به في الافتتاحية متاع اليوم هو أنه خالف كل التوقعات متاع الناس اللي شكلت حوله تحالف كان الهدف الأساسي متاعه التصويت المفيد ضد حركة النهضة، وخالف نفسه عندما قال أن التحالف مع حركة النهضة هو عبارة عن التقاء خطين متوازيين وهذا معاكس حتى للرياضيات، وخالف توقعات الناس اللي في الإقليم واللي كانوا يقودوا في الثورة العربية المضادة واللي كان قدموا إغراءات كل الإغراءات اللي تصورها في بالك، وكانوا مستعدين يقدموا لسيلبيجي كل اللي تتصوروا أنه يمشي في مغامرة على غرار ما وقع في بعض بلدان الربيع العربي. العقل السياسي البارد نتاع سيلبيجي واللي لقاه في المقابل كذلك عقل سياسي بارد راقي جدا، يقول السيد راشد الغنوشي التقيا في لحظة سياسية فارقة كي ينقذوا البلاد من مسار كنا ماشيين فيه واضح تماما مثل ما يجري في بعض البلدان في جوارنا وفي الإقليم. المطلوب اليوم أن نخرج من حالة الانتخابات، من الحالة الانتخابية إلى الحالة السياسية. الحالة السياسية اليوم تقتضي أن العقل السياسي لا يفكر بالحسابات الانتخابية وإنما يفكر بمصلحة البلاد. اليوم الناس اللي تقول أنه جبتنا الانتخابات والثورة عادت وزمنا نحكم وحدنا، هذا المنطق قلوا راهو اللي يقول هذا لم يقرأ دروس 8 سنوات الماضية. شنية أهم الدروس اللي خرجنا بها نحن من الثورة إلى الآن؟ أنه الشرعية الانتخابية وحدها ما تكفيش، والنهضة لما فازت في 2011 وعملت تحالف رغم أنه تحالف مهم مع زوز أطراف ليبرالية وحقوقية وعندها حتى بعد اجتماعي اللي هي المؤتمر والتكتل، ورغم ذلك شفنا كل الصعوبات اللي عاشتها وموصلنا إلى 2012 و2013 إلا والبلاد دخلت في حالة اغتيالات وحالة فوضى لم نخرج منها إلا بالحوار الوطني. إيش معنى هذا؟ معناها واضح تماما اليوم فما عائلات في البلاد سياسية. 3 أو 4 عائلات سياسية كبيرة مش ممكن اليوم تجي تقصيها. الهجمة على الاتحاد اليوم أنا في اعتقادي هجمة مجنونة بكل ما يمكن أن تقوله على الاتحاد وبكل ما يمكن أن تحكيه وجود فساد أو عدم وجود فساد. هذه مسائل فما هجمة مجنونة على الاتحاد. أنا في اعتقادي هذه الهجمة إذا بهذا الشكل أنا في اعتقادي هي مجنونة، لأنك يعني مش ممكن اليوم تحكم وتستقر البلاد عندما تقصي الاتحاد وتقصي العائلة الدستورية وتقصي اليسار وتقصي القوميين. من سيسمح ولا كم ينتحكم؟ أنا هو عقل سياسي يظن أو يتخيل أن يمكن البلاد تستقر عندما يحكم طيار لوحده ويقول لك لا نحن جيته كذا إيه جابتنا جابت الانتخابات وجابت موجة ثورية، ولكن اشتعطات للموجة الثورية اعطت 52 مقعد ب 52 مقعد أنت باش تحكم وباش تقصي فلان وباش تقصي فلان وباش تقصي كل التيارات وتهاجم الاتحاد وتخليه على جنب. أنا في اعتقادي باش نقولها بوضوح واللي يحب يزيد خلي يزيد كما قلت له، هذا النهج لا يمكن أن يستمر مش ممكن، لابد أن يعود العقل للسياسيين. محمد هاي المشاورات اليوم قاعدة تصير بكل الأطراف السياسية، يعني اليوم حتى بعض الأطراف السياسية اللي قالت وأنه احنا ما نراوش مثلا قلب تونس اسانسيالمون لأنه الدستور يحرق سنه من المشاورات ومن كل شيء، اللي يقول لك اليوم قلب تونس ما نراهش في الحكومة القادمة، ترى اليوم حبيب الجملة يقول لك انا ما يدبر عليها حتى حد. استاذ إيمان استاذ إيمان انا كان رأيي وين الأقصى؟ انا رأيي كان لما يكون عندك رئيس محسوب على التيار المحافظ ورئيس برلمان كذلك محسوب على التيار المحافظ كان اولى ان يكون رئيس الحكومة من تيار اخر، لأن يعني البلاد هذه لا يمكن أن تعيش وتستمر وتستقر إلا بالتوازن. طيب كسار هالواحد لأنه حتى واحد ما بشي خلينا نكون صراحة
ولا واحد باش يقتنع انه سي الجملي هذا يراه يعني وحتى مستقل ولكن مستقل في وسط تيار. شنو اللي كان على حركه النهضه؟ كان على حركه النهضه وعلى مجلس شوراها ان يختار رئيس حكومه مستقل حقيقه، وربما وكان الافضل شوي ساعه لا لا مش يعني مستقل ويكون يعني معناتها معروف وبالوضوح من تيار ربما سياسي اخر حتى نحدث التوازن. الان كي مشينا في رئيس حكومه اللي هو سي حبيب الجملي صديق حركه وصديق ومقرب ومحسوب كذا، على الاقل انه الحكومه نتاعو تعيد التوازن للمشهد السياسي بان يكون فيها حضور وحضور كان لزم قوي للاطراف الاخرى حتى يكون فما توازن في المشهد السياسي. البلاد مش ممكن تمشي بدون التوازن اللي سي الباجي الله يرحمه في 2014 فهم الرساله وخالف كل المناصرين. تقرا اليوم ان المشاورات مايحه الكفه واحده؟ لا مش مايحه، انا قلت لك اصلا في التعيين في حد ذاته انا كان بودي ان لا يكون كذلك. الان وقد ذهبنا في هذا المسار يعني معناتها حصل ما في الصدور، يجب ان يكون للعائله الوسطيه الاجتماعيه حضور وربما حضور قوي كذلك، العائله اليساريه الاتحاد لازم ناخذوه بالاعتبار، لا يمكن تهميش التكتل وتشاور مع الجمهوري وتشاور مع المسار وتشاور مع قلب تونس وتشاور مع التيار تشاور مع الناس كل تشاور مع الناس كل. حتى لب واحد قال نكته انا متعدي قدام دار الضيافه ظنيت انه باش يعيط لي يشاورني، وفما زميله كاتبه قالت انا اليوم باش نرقد بكري اتوقع انه غدوه باش يعيط لي يشاورني. يعني لا توسيع ولكن توسيع ولا ساعه شنو المنهجيه؟ انا كنت كان بودي نفهم على اي اساس تم المشاورات هذه، لازم تكون فما منهجيه واضحه مش اللي متعدي اجى باش يشاورك في تشكيل الحكومه. هذا واحد. اثنين يعني انا مش فقط المشاورات، انا نحب من بعد نشوفها في النتيجه. انا لازم تكون الاطراف هذه الكل ممثله، انا ماذا بيا يكون مثلا وانا اقترح حتى يعني من العائله الوسطيه الاجتماعيه لما لا يكون عصام الشابي موجود في الحكومه؟ لما لا خليل الزاويه يكون موجود في الحكومه؟ يعني قريب انا نحكي وانا ما اريد هذا معهم. انا اريد هذا واتمنى هذا. لا هو علاش التخوف؟ لانه فما العقليه والجو السائد العام ما هوش مطمئن في هذا الاتجاه. الجو السائد العام نرجع معاك محمد ثوره رجل الحقيقه ونعرف قراءتك الدقيقه وانت متابع جيد للشان الوطني، المؤشرات اللي خلاتك ربما تقول الكلام هذا واللي خلات نقاط استفهام وتخوفات خاصه بعد الفاصل. مرحبا اهلا وسهلا، مرحبا بكل من التحق بنا في المشاهده. ضيوفي اسامه الخليفي نائب رئيس كتله قلب تونس والاستاذ عبد الرزاق عويدات نائب رئيس الكتله الديمقراطيه بالبرلمان. مرحبا دوك كمان مع محمد حموني. فقط تعطينا المؤشرات اللي انت قلت وانك تعتبرها خطيره في سياق مشاوره تشكيل الحكومه محمد. يعني كما قلت اولا ساعة في التعيين في حد ذاته كنت اتمنى ان يكون شخصيه فعلا يعني معناتها اولا ساعة لا يمكن تشكيك حتى في مصداقيتها، خلينا نقول لك لا يمكن التشكيك، مع تكون شخصيه مستقله تكون معروفه من ربما حتى من تيار معناتها اخر، لما لا حتى نحدث التوازن. منطقه انه نحن جينا بالانتخابات يلزمنا نحكم يا ولدي راهو اش تحكم ب 52 52 ناقص تيتي ما حكمتش وقت اللي يكون عندك 89، ثم شويه عقل. السي الباجي كان عنده واش 80 مقعد، كان الشعب حبك تحكم وحدك كما انت ربما او كما بعض النهضويين وخليني نقول بعض الصقور في النهضه يتصوروا يقولوا راك وهم، لانه يعني كان الشعب حبك تحكم وحدك كما انت تتصور، اعطاك 110 ما اعطاكش 52، تي اعطاك اقل من اللي جبته في 2011. وفي 2011 رغم يعني موجه نتاع مد تاع ربيع عربي يعني ممتده واصدقاء الثوره التونسيه من اردوغان وقطر الى بوتفليقه كانوا اقوى من الان، وموجه شعبيه معاك ممتده ونتيجتك في الانتخابات كانت كبيره، ورغم ذلك شفت الصعوبات اللي مريت بها. اليوم اصدقائك في المنطقه ضعف، اردوغان مهاجم، قطر محاصره، بوتفليقه الله يرحمه وضع في الجزائر راك تشوف سامحني سياسيا لا معناتها غادر اعتذر وكان رجلا فاضلا ووقف مع تونس، والناس الكل تشهد بك اللحظه لما ضربت السياحه في تونس كيف هب الاخوه الجزائريين. دونك الوضع بكله أسوأ من 2011 أسوأ من 2011. فبأي منطق انت اليوم تحب تفكر انك ربما تحكم وحدك او تقول انا جابتني الانتخابات؟ لا بد من تشريك الجميع، نحن في لحظه حاسمه لا بد من تشريك الجميع وعدم اقصاء اي طرف من اتحاد شغل الى بقيه العائلات السياسيه. نعم. هذا هو المخرج الوحيد، ما عندناش مخرج اخر، والا نمشي في
ربما اذا كان لا قدر الله فشل تشكيل الحكومه نمشي في حكومه الرئيس او لما لا نمشي ربما في انتخابات اخرى. انا شقول في كلمه ربما في اعتقادي ان نفشل في تشكيل الحكومه افضل بكثير من ان تفشل الحكومه القادمه. علاش؟ لانه تونس لم تعد تحتمل انه تفشل حكومه اخرى. نفشلوا في الشر هذايا ونعجز على تشكيل الحكومه وربما نفكر في حلول اخرى افضل من انه نعملوا حكومه ويكون مصيرها الفشل. تقرا وانه حتى لو نجح لحبيب الجمل اذا كان نمشيو في حكومه ضعيفه أفضل. اذا كان نمشيو في حكومه ضعيفه وما عندهمش حزام سياسي قوي وامام كل هذا الوضع الاقليمي المضطرب والوضع الداخلي الصعب شنو اللي باش تعمل الحكومه؟ شنو اللي باش تعمل؟ يعني حكومه بي 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 باغلبيه ضعيفه في البرلمان بحزام سياسي ضعيف يعني وين باش تمشي؟ ما تنجم توصل حتى تعقب بسرعه ولا نعطي السي عبد الرزاق وبعد نجيك انت. باش نعطي معلومه معناتها مهم. انا نعطي شخصيا انا كي نسمع خطاب معناتها اللي هو فيه رصانه واللي فيه معناتها الاولويه كي نخموا في البلاد ونخموا في الشعب والتمشي الديمقراطي وهل الموديل اللي خلقناه كلنا مع بعضنا مهم ان نثمنوه مش خاطر سي محمد لكن هذا هو عين الصواب. ونزيدوا حاجه يعني انا كنت معني ب 2014 وكنت غدير قريب من سي باجي الله يرحمه. كان يجيو الناس وقتها نذكر يقولوا له راهو هذايا الخيار هذايا راهو باش يحطم نداء تونس وراهو باش يضر نداء تونس وراهو باش يعمل. كان يقول ديما في اولوياتي ديما راهو البلاد تجي قبل من بعد تجي الحاجات الاخرى. وهذاك اللي كان وكان خيار صعب لكن خيار شجاع. نعم سي عويدات على مستوى المشاورات اكثر من لقاء صار بين حركه الشعب وبين الحبيب الجملي اخرها ربما كنتوا خرجتوا بيان كحركه رسالة. الشعب رساله توجه بها لمن العام زهير المغزوي بتاريخ 25 نوفمبر الجاري على مستوى اللجنه الفنيه هذيا وقلتوا انكم تمتنعوا على في تمثيليتها وغيره. معليش زوز ملاحظات لو تسمح قبل. اولا احنا الان لابد ان نفكر بهدوء وبعقلانية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية انتظارات الشعب التونسي وما هي الرسائل الطمأنة اللي يمكن أن نبعثها للشعب التونسي بعد انتخابات 2019. ما يطمئن الشعب التونسي ليس ما يحصل من توافقات سواء تحت قبة البرلمان أو في قصر الضيافة. ما يطمئن الشعب التونسي هو أن يرى على الميدان تغير في حياتها اليومية تغير إيجابي في حياتها اليومية. أراه الآن أنا في تبوربة مشيت للمستشفى المحلي وقابلت اللي يخدموا في تبوربة بس لونج ما عندهمش باش الطبيب يعدي على المريض اللوحة هذيك الصغيرة اللي كما أكبر شوية من نلقاها في كعبة الجيرفي ما ثماش في السبيطار. مستشفى محلي ما بالك في مستوصف ما بالك في مركز وسيط. تمشي باش تاخذ رونديفو نتاع طبيب وواحد يلزمه يعمل سكانير باش يعمل عمليه يقول يرجع بعد ست شهور. ها هو اللي تعب الشعب التونسي. شوف الكيران من تبوربه الى تونس يخرجوا ببانهم محلولين ويتعدوا على البطان وعلى المنصوره وعلى الجديده وعلى سعيده. الناس ما ينجموش يطلعوا في الكار اللي تخرج من تبوربه معبيه. وعندنا تران وعندنا سكه تشق من تونس تشق من نوبه الكل حتى لتوصل لتبوربه. وما نستعملوش قطار الاحواز. هاولي مش متعب الشعب التونسي. الشعب التونسي ينتظر في عمل. عندنا منطقه صناعيه في تبوربه 8 سنين وحنا نستنوا باش تبدا الاشغال فيها للتهيئه. ما صارتش. وذكرت الكلام هذايا تعقيبا على خويا رضا اللي قال تعيشوا الجهات. انا اليوم كنت في جهه منوبه. كنت في اجتماع في الولايه وقت انتم كلمتوني. ثم مشكل كبير نتاع معمل تقطع عليه الضوء لان و 300 خدام خرجوا الكياس سكروا الكياس وتدخلات من السيده الواليه وتدخلات من النواب مع الاستاك باش لقينا الرونجمون ورجعنا المعمل يخدم. اذا ثم التحب كبير في الشركات
في الحياة اليومية. والمعمل كان للمواطنين. خلص الضوء رئيس تقلبس عليه. والمعمل علاش ما خلص الضوء؟ علاش ما خلص الضوء؟ لأنه ثم ركود اقتصادي. أنا كنت زفت البارح وزيرة الصحة تقول لك اليوم المستشفيات العمومية مش مخلصة الكنام. معناها الدولة اليوم سامحوني في الكلمة ولا تقلب في الدولة. إذن علاش؟ لأنه ثم معناها أداء ضعيف في المؤسسات، ثم اقتصاد طايح، توازنات مالية طايحة. إذن هالتجربة هذه الكل احنا صارت عليها سميناها ثورة الصندوق. ثورة الصندوق كانت على الحياة السياسية وكانت على الخيارات الكبرى وعلى التوجهات الكبرى للعمل الحكومي في فترات متعاقبة. لابد من وقفة نقدية ننقد المرحلة السابقة، ننقد السائد من أجل أن نبني تصورا للحكم جديد، نبني توجها جديدا، نبني آليات جديدة تصعد باقتصاد البلاد، تنهض به وتلبي حاجيات الناس. هذا الأهم. وذلك علشان نوافق خويا محمد وقت يقول أنا تفشل تشكيل الحكومة أفضل من نعمل حكومة ذات حزام سياسي وبرلماني ضعيف وتطيح بعد عام كما طاحت حكومة الحبيب الصيت. إذن أنا مع محمد في النقطة هذه. هذاك علاش إحنا في علاقتنا بالسيد حبيب الجملي، رغم اللي إحنا كان اشتراطنا من الأول أن يتولى رئاسة الحكومة شخصية وطنية مستقلة تجمع التوانسة حول محددات كبرى لبرنامج حكومي، محددات وطنية النجم نلخصها فك الأمانات اللي ذكرها السيد رئيس الجمهورية في خطاب التنصيب. ثم أمانات نعتبرها هذه المحددات الكبرى يبنى عليها برنامج يشرع الجميع في تنفيذه، فيكون عندنا حزام قوي للحكومة داخل البرلمان ويكون عندها حزام شعبي قوي لأنها مش تحرص على الأمانات التي تحدث عنها رئيس الجمهورية كمحددات وطنية لبرنامج الحكومة. وهذا مش يعطيها سند شعبي، والمنظمات مش تساندك كيما الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد الفلاحين ولا الاتيكا. وقتها نتحدث على حكومة يمكن أن تنجح بخروج البلاد من وضعية اللي هي فيه إلى وضعية أفضل، وهذا كما يطمئن الشعب التونسي. رسالتنا إلى الأخ وإلى السيد، معذرة حفظا للمقامات، إلى السيد رئيس الحكومة المكلف، رسالتنا كانت في الاتجاه هذا. أنت دعوت للتشاور جميع الحساسيات، هذا جيد. استمعت إلى جميع الحساسيات، هذا في اعتبارنا جيد. لكن أن تكون لجنة لصياغة برنامج حكومي لا يمكن أن يكون مع الجميع، لأنه لا يمكن أن ندعو إلى طاولة وضع البرنامج إلا بعد فرز سياسي يكون من ببيان سياسي يعلنه رئيس الحكومة المكلف، يحدد فيه طبيعة الدولة وطبيعة الحكومة التي يريد، ويحدد فيها التوجهات الكبرى للسياسة التي سيتوخاها. عند ذلك ستفرز الساحة، سيتبين لك من خلال هذا التوجيه السياسي لطبيعة الحكومة التي تريد، يعني ترى من سيأتي إليك من الأحزاب اللي يمنوا بالتوجه هذاك، وثم مجموعة أخرى من أحزاب ما تمنش بالتوجه هذاك، مش تقولك لا أنا ما نجيش معاك. في الوقت ذاك الناس اللي جاوا معاك هم اللي يعملوا البرنامج، والناس اللي جاءوا معاك هم اللي مش يصوتوا على تلك الحكومة أو على تشكيل تلك الحكومة. إذن هذا بالنسبة لنا، سمحني مش شوية برك، بالنسبة لنا إذن البرنامج عندما نتحدث عن البرنامج نتحدث على برنامج وطني شعبي يلبي حاجيات جماهير شعبنا اللي هم متعطشين لأبسط الأشياء، متعطشين باش يقري أولادهم في مدارس ومعناها تكون المصعد العلمي فيها أكيد وواضح، متعطشين إلى خدمات صحية في جميع المؤسسات الاستشفائية العمومية الموجودة ومتاحة قدامهم، متعطشين باش يكون عندهم نفاذ إلى الخدمات الصحية. أولا ما تقوليش هذا عنده كرني أبيض والآخر ما عندوش يستنى حتى تجي الكوطة، الناس الكل لازمهم يمشيوا للمستشفى، والناس الكل لازمهم يعالجوا، الناس الكل لازمهم يمشيوا يعالجوا يلقاو التجهيزات ويلقاو الأدوية ويلقاو الكادر الطبي. وهذا ما نجمو نعملوه كان بدورة بدولة دورها الاجتماعي واضح وعندها يعني ما تمول به هذا الدور الواضح من خلال إصلاحات عميقة يلزمها تكون في تونس. أسامة الخليفي، المشاورات اللي قاعدة تصير بين قادة تونس وبين السيد الجملي المكلف بتشكيل الحكومة القادمة تكون بصفة آلية في علاقة بتمثيليتكم في الحكومة القادمة؟ لأنه اليوم فما شكون يقول لك لا علاقة بهذه المشاورات
بالاطراف اللي شكون ممثله في الحكومه القادمه. والجانب الثاني من السؤال مساله البرنامج، لو كان قلب تونس اليوم تعرض عليه مساله المشاركه في الحكومه، باش يكون عنده ربما بعض الاشتراطات والضمانات. هو الساعه نحب نجاوب الاستاذ على دور النواب، واحنا يا دوبك معناتها مازلت صار الانتخابات، اذا كان ثم شكون ينجم يكون مسؤول، وانا الكلمه هذه ما نحبهاش، على ممكن اخلالات، اي باش ما نقولوش فشل، مش احنا مازلنا كي حزب جديد، نحكي على قلب تونس، النواب مازالوا كي انتخبهم الشعب، لكن رغم هذا نقوله لك صحيح تو المواطن التونسي يشوف في مشهد سياسي قاعد يتشكل، في حكومه قاعده تتشكل، في معناتها عديد الابعاد السياسيه اللي قاعده شاغله الراي العام، لكن اللي نقوله لك نطمنك به كونه شارعنا بالعمل على الاقل احنا كنواب قلب تونس، وحتى نشوفوا في نواب اخرى من الاحزاب. انا اليوم حضرت في مجلس معناتها جهوي استثنائي في تونس واحد، وحضروا فيه ممثلين على معناتها نواب ممثلين على الواحد، وكانت تخص معناتها شيرة بحر الازرق، وكانت معناتها مواضيع مهمه تطرقنا لها اللي هي تطلب كونه ناخذوا فيها قرارات، وبدينا معناتها نخدموا على المواضيع هذه. ثم اللجنه الماليه اليوم اللي يترأسها سيد عياض اللومي، واللي هي مكونه من نواب من مختلف الكتل والاحزاب، اللي قاعده تخدم زاد على روحها وقاعده تحضر في القانون الماليه للتصويت عليه والقانون الماليه التكوين. دونك تساؤلاتك في بلاصتها، لكن احنا قاعدين الناس كل قاعده تخدم، ثم خدمه قاعده تخدم بها الاحزاب داخلها، ثم خدمه في اطار التشاورات. لهنا نرجع مع المشاورات، لهنا نرجع. نعم؟ وهو جزء يتم. شوف احنا رانا النواب اللي قاعدين يشاركوا في رواحهم في البلاتوات. ما يسالش هو تو حتى وضعيه يشاركوا في برامج نتاع تشريك الدور النيابي للاسف. ربي يهديهم احنا نقولوا، لكن اليوم اذا كان خطاب يلزم معناتها احنا ماناش في وضع النصح، لكن اذا كان خطاب يلزم يكون في تونس في الوضعيه كما قال سي محمد، وضعيه البلاد اللي هي وضعيه حساسه، هو وضع المسؤوليه، معناتها خطاب المسؤول، الخطاب اللي يحكي على البرامج، الخطاب اللي يحكي على التمشي السياسي اللي ينفع البلاد، مش التمشي السياسي. ونحن لهنا معناتها راهو ما نحبوش احنا، راهو بصراحه نقول لك استاذ يلزونا ساعات باش نجاوب، وقت تشوف فينا في قلب تونس قاعدين ناخذوا في القصف العشوائي، وراكم معناتها حزب فاس ودوره، تو معناتها كنا احنا نواب ما عندناش عائلات، احنا ماناش موجودين لهنا باش كنا فساد والحزب فاسد والمليون تونسي اللي صوت هذوكم فساد. هل الوضعيه هذه لازمها تقف؟ ثم هم موضوع الفساد هذا الناس كل تنخرط، شكون ما ينخرطش في مكافحه الفساد؟ لكن الفساد اللي على اساس تكوين ملفات وعلى تكوين معناتها واقصاء وضرب الخصوم السياسيين وتلفيق التهم والتشويه والماكينات، هذا تسموا فيه محاربه الفساد؟ لا نحكي مش عليك انت استاذ، انكورين فوا فساد على مفتعل، على هذا الفساد المفتعل اللي يتخلق في توجه معين، في حميه انتخابيه، في عركه سياسيه، والقاسي والداني والشعب التونسي واعي، وإذا كان ما كانش واعي ما كانش يصوت على قلب تونس. أيه. واللي جاء القوة الثانية وما كانش يصوت. ملاحظة باش نجي خلي كمل شكر جوجي، وما كانش يصوت على السيد نبيل القروي، معناتها مليون تونسي، شكون اليوم صوت عليها مليون تونسي في معناتها مع كل احترامي للشخصيات السياسية اللي هي عندها دورها في البلاد. لهنا نرجع لك للمشاورات على الأقل. أه؟ نحكي على ارواحنا احنا كيفاش. احنا اولا السيد الحبيب الجملي رئيس الحكومه المكلف نكن له كل الاحترام، اولا احترام لشخصه، ثم الاحترام لقواعد الديمقراطيه وقواعد الدستور. اما حزب انتخبه الشعب جاء الاول، هو مكلف دستوريا اليوم باش يعين الشخصيه اللي يشوفها مناسبه لتكوين الحكومه. فاحنا تمشينا من الاول كان كويرون، تمشي ديمقراطي، وهو بادل
ال 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 معناتها ونتصور لأنه خدم في الدولة ويعرف شو معناتها دولة، وهو تصرف اليوم تصرف رجل دولة بخرج معناتها جبد حط روحه فوق كل الأحزاب وقال نقابل الناس كل اللي هي معنية بتشكيل الحكومة، قابل مثقفين قابل أحزاب قابل مجتمع مدني، ونقولوا كونه تمشي معناتها سور لا فورم تمشي باهي واللو كونترير معناتها يكون حاجة خايبة للبلاد. إذا استبروفي لا شوف، ما احنا ماناش لهنا باش نحكموا على النوايا، احنا ثقافتنا تقول كونه النية صادقة الرجل مي. عنده نية أسامة يحب ينجح في مهمته وهو كلف بمهمة من الطبيعي أنه يعمل بربي أسامة خلينا نقدمه، هل عرض على قلب تونس رسميا المشاركة في الحكومة القادمة؟ إذن طيب المنهجية هذه قاعدين احنا نتبع فيها بابا إلى حد الآن في لقاءاتنا الكل، لا احنا جيناه قلنا له رانا نحبوا الوزارات الفلانيه، لا احنا قلنا ديكلاري لا احنا طلاب سلطه ولا نحبوا نكونوا عندنا وزارات ولا جايين من منطق الغنيم اعطيني الوزاره الفلانيه والوزاره الفلانيه، لا هو زاد عرض علينا وزارات. كل ما في الامر كونه تناقشنا في اولويات الحكومه هذه في سبل نجاحها، كيفاش تنجم تكون تنجح، كيفاش تكون فيها فايده للبلاد. بوان فينال. واضح. سي رضا، علاش حكيت وركزت على اهميه ان ينتقي النائب او السياسي خطابه في هذه الفتره؟ علاش هو مش خطاب، هو سلوك، هو سلوك، هو موقف سلوكي. يعني انا النائب وقت اللي نراه ما يحفظش على هيبه الوظيفه والموقع اللي هو فيه، وما لا يحفظ ولا ينتبه الى المفردات الخطاب وكذلك الى مواقع التواجد، لانه هو يمثل جانب من هيبه الدوله. فانا هذا باش يطرح علي سؤال، يعني هل انه تحقيق النيابه كان لهدف نرجسي ذاتي للوصول الى موقع ام لخدمه معينه؟ وهنا يعني ما غير ما نسمي فما بعض اثار يعني حقيقه رده فعل معناها ما نقولش سيئه ولكن نقول معناها سلبيه جدا، وهي بالمناسبه اشاره الى انه النائب في موقعه في مسؤوليته يتجاوز شخصه ويتجاوز ذاتيته ويتجاوز التورم الذاتي والنرجسي عنده ليؤدي مهمته ويهبط للمستوصف ويهبط للبلاد ويشوف. هذا تعليقا فيما نقطة هذه. بقي أنا باش نرجع في تعقيب على المداخلات اللي تمت الآن، فقط تعقيب دقيق فيما يتعلق بالتصنيف. سي محمد قال منذ حين بأن رئيس الجمهورية هو يصنف على يمين المحافظين أو يمين الرئيس البرلمان المحافظ، يعني هو محافظ بل أكثر من محافظ. أنا ماذا بينا ننتبه شوية لأنه اللي أول من استعمل كلمة المحافظ كونسرفاتور كانت ردة فعل. ماهيش سبة هي. لا لا مش على سبة، لا 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 تصنيف، لأنه مازلنا إلي أن بو بريماتوري باش نجمو نفهم، مازال ما نعرفوش حاجة كبيرة ياسر على قيس سعيد، راهو مازال بالنسبة لي أنا صندوق غير مفتوح كليا. من الصعب جدا اليوم باش نعطيه التصنيف بالصيغه هذه، لكن انا اريد ان انتبه الى ان اول من صنفوا هي جريده لوموند في اول رده فعل تمت في الاعلام الفرنسي على انتخاب قيس سعيد. اذا نكونوا حذرين باش ما نحاولوش نستبطنوا تصنيفات الاخرين باش نعاودوا نسقطوها، وبعد ذلك الاعلام الاماراتي والاعلام بعض الدول وغيره بناء على المفهوم هذا. حاجة أخرى اللي حبيت نعلق عليها كذلك، وهو أنه اليوم إحنا في بلاتو نبحث عن التفسير وعن المعلومة، والبلاتو تاعنا عنده تأثير كبير ياسر على الرأي العام، لأن نعتبره إحنا حبينا ولا كرهنا قادة رأي مؤثرين في الرأي العام. فإذا اليوم نعلو بطريقة أو بأخرى فشل المشاورات وفشل حكومة فشل المسار اللي مشى فيه الحبيب الجملي، اعتقد علينا بالبينه في ذلك وعينا بالمؤشرات، ولم تقنعني مؤشرات اللي قدمها سي محمد لم تقنعني، لانه اذا باش تحدثوا في هذا انا الى حد اليوم الصباح كنت في
كنت في تواصل مع بعض المصادر وعطتني سمعني خليك كما تونا زعما لا ما متقونيش انا ما قلتش باش انا هكا نفهمها لا انا ما قلتش انا نفهمها انا نفهمها انا وليس يعني وليس من دوري اعلان فشلت تشكيل الحكومه الناس اللي معنيه هي اللي تعلن انا قلت بالنسبه لي خليني اكون واضح خليني اكون واضح قلت انا بالنسبه لي في كلمتين فشل تشكيل الحكومه افضل من الذهاب الى حكومه ضعيفه وبدون حزام سياسي وقد تفشل في اسرع وقت ولكن واضح. ولكن ولكن استعمال كلمة الفشل في ثلاثة مرات في أربع جمل هو إيحاء بالفشل وهو إعلان وهو إعلان فشل نعم قلت له هذا في تحليل معليه تحليل هذا هو هذا أنا هذه رسالتك وأنا هذا أنا المتقبل وأرى في لا شكرا علاش سألتوا على المؤشرات مهم جدا يعني وأنت من الصعب اليوم باش نجيو أنا نجم نعاكسك في بعض المعطيات والمؤشرات وليس ابعد من معناها مصادركم متضاربه انتم مصادري تؤكد لي بانه ليس هنالك فشل وان هنالك مسار طبيعي قاعد يتقدم على رؤيه معينه وانه من الطبيعي جدا ان يحصل هذا انا يمكن نتفهم الموقف نتاع بعض وهذا ربما ينعكس على الوضع الداخلي للنهضه النهضه ماهيش نهضه واحده شكون واضحين وتفاعل النهضة مع الحبيب الجملي ماهوش هو نفس التفاعل فيمكن نعمل ربط مثلا مع تصريح قيادي آخر اللي من التو يرى أن الخيار هو الذهاب إلى حكومة الرئيس وإلا إعادة الانتخابات لبلاء أنا أعتقد أنه معناها ربما بدون في غياب مؤشرات وفي غياب معطيات من السابق من المهم ألا نشوش على هذه المرحلة الثانية وأعود إلى الكلمة كنت تحدثت عليها أن نتحاول أن نتعامل بشيء من الحذر في هذا المسار الدقيق والحساس في بناء في التشكيل الحكومي حتى لا نشوش عليه لأن التشويش اليوم باش يأتي ربما يخرج ان بريجوجي ديفافورابل بلوتو كان بريجوجي فافورابل كما قال سي اسامه صاير التشويش هذا فما تشويش انا نعتقد اليوم شوف اليوم راهو المعلومات والمصادر تختلف خليوه اليوم مازالت عندنا اليوم سي اون سيمان كروسيال الاسبوع هذا والبدايه الاسبوع القادم ونشوفوا الامور بمخرجاتها ايمان وليست ب لا مو انت كنت حاضر معايا في البلاتو اللي كان حاضر غادي كقاعد الاتحاد الفلاحين وقاعد كونيكت الرجال اللي حكاوا بلغه الارقام ويقول لك اليوم الوقت حتى على مستوى التوقيت في الجانب التقني الوقت ما عادش يسمح روحنا غدوه نكملوا الكنزين الاولى وندخلوا في الاسبوع الثالث الوغ كو سي الحبيب الجملي البارح برك يقول راهو لحد الساعه مازلنا ما خذناش في مساله تشكيل الحكومات وانا على يقين بانه يعني وقال بالحرف لم نبدأ على توزيع الوزارات راه باش يشد وقت اكثر من الحديث على البرنامج بيخسر اذا احنا لليوم البرنامج ما شفناه ما سمعناش نقاش عليه على الاقل شوف. لم يقع عرضه اعطينا شويه وقت استاذ ايمان لانه برشا نقاش وما صارش عليه نقاش شوف باش نجاوبك باش نجاوبك انا اعتقد بان على رجل ذو غطات ايوه في فرض بعض الاسماء ايوه وانا على رجل ذو غطات من جهات اخرى لمحاصصه حزبيه ولوضع ما عادش اسماء ولات مواقع واعتقد انه من السابق لاوان الان الاقرار بان الرجل غير قادر امام هذه الضغوطات ان وهذه الضغوطات والقائمات المقدمه اليه في ان يتعامل معها لنعطيه مساحه من الوقت القانونيه المطلوبه اليه ونواصل المراقبة والمتابعة وأعتقد أنه من المهم بالنسبة لي هو صحيح مازال ما بداش يشكل لأنه اللجان الفنية بدأت البارح بدأت نهار أعتقد نهار الأربعاء بدأت البارح اللجان الفنية المشتركة وعنده مازال المساحة الزمنية للوصول إلى المرحلة الثالثة كنت تحدثت عليها في لقاء يوم الثلاثاء بأن المرحلة الثالثة هي التشكيل التشكيل هو تشكيل فني تقني نستعيد كلمة التقني تشكيل ما عادش في مشكل وقت اللي الأرضية والفهم المشترك والموجهات تم الاتفاق عليها ما عادش عندك مشكل وقتها ما عادش مشكل دونك مرة أخرى إلي أن بو بريماتوري سابق لأوانه باش نطلقوا أحكام مسبقة في أحكام مسبقة يعني أنا مضطر باش نعاود ونقول راني ما قلتش أنه هذه الحكومة فشلت أنا قلت حاجتين وواضح فيهم
أنا كنت أتمنى أن يكون الخيار غير ذلك، وهذا أنا ما عنديش فيه حتى إشكال. كنت أتمنى أن يكون مستقل من طيار آخر ربما ومعلن يعني بصفته، واحد. اثنين، أنا قلت لك ما تحدثتش على فشل، ولكن قلت ونعاود مرة أخرى، بالنسبة لي أنا أن يفشل تشكيل الحكومة أفضل ألف مرة من أنه نمشي في حكومة قد تفشل في أي وقت. هذا أول. يعني بذرات الفشل موجودة في الحكومة. لا خلينا المشاورات. أنا ما أراه يعني. أنه التمشي إلى حد الآن ليس بالطريقة التي يجب، ليست بالسرعة التي يجب، لأنه إذا كان فما الزمن الدستوري أو الوقت الدستوري أو الفسحة اللي يعطيها لك الدستور لتشكيل الحكومة، ولكن عندك واقع اليوم. عندك واقع خطير جدا في البلاد، يزمك ترعيه، وفما برشا احزاب اليوم طالبت بانه نمشي في تشكيل حكومه قبل الاجال القانونيه. الاوضاع الاجتماعيه صعبه، مش باش تنتظر. الناس اللي قاعدين عندهم حاجيات واوضاع اجتماعيه مش باش تقعد تنتظر حتى فما ضغط. الضغط الحقيقي على رئيس الحكومه هو ضغط الوقت وضغط الواقع وضغط الحاجيات وضغط المصاعب الاقتصاديه والاجتماعيه اللي جاي. دونك في هذا خلينا نكونوا واضحين. احنا سي رضا، وانا انا عهدت الناس منذ بدات الكتاب ان نكون صادق معه بغض النظر على ردود الاخرين. كلنا صادقون في مواقفنا، ما عنديش حتى مشكل في هذا، وكلمه الحق نقولها ولو انا باش ندفع الثمن، ما عنديش مشكل. اثنين، مصلحه البلاد واعتقد نتفقوا فيها اولى من كل شيء، اولى من الاسماء ومن الاشخاص ومن رؤساء الاحزاب ومن الاحزاب نفسها. الاحزاب نفسها ماذا هذا لازم كذلك نكونوا واضحين فيه. النقطه الثالثه والمحدد الرئيسي بالنسبه لي انا هو نجاح مسار الانتقال الديمقراطي اللي دفعنا فيه ثمن كبير جدا. هذه المحددات اليوم كي راه شيء من الارباك في المسار او اي حاجه ممكن تمس هالثلاثة حجومة، أنا بطبيعة الحال مش رد الفعل، يعني كأي إنسان بش يحتج بش يقول بش يتكلم بش يكتب بش ينتقد. وأعتقد أنه ليس هذا يعني صعب. شوف خلينا تو نمشيو اللي بيه الفايدة. تو هي شنية المعضلة متاع الحياة السياسية، خليني سامحوني، العقدة متاع الحياة السياسية بعد الانتخابات، أنه طلعت كتلة أولى ضعيفة شوي 52 ماشي بالقوة، وبعدها كتلة ثانية فيها شوية كلام حول أنه مرتى في الفساد. الناس الكل كبشت في محاربة الفساد وما شكلوش مع حكومة، والآخر يجبد من هنا والآخر يجبد من غاد. يا سيدي هذي مش كل قلب تونس يا أخوي، يتجمعوا توما في البرلمان ولا في أي مكان واطرحوا الملف هذي. إذا كان فما فساد عدي القضاء، إذا كان فما ناس انتخبهم، والله بعض الأحزاب قالوا نحن ما عندناش مشكلة مع قلب تونس، إذا كان فما ملفات فساد تمشي للقضاء، ولكن البقية هذو الناس اختارهم الشعب. ايش باش نعمل؟ ان نخرجوهم من البرلمان تحطهم غادي. انا مش معناتها نقول تحالف معهم ولا ما تحالفش، ولكن نقول انه هذه القضيه اللي برشا ناس قاعدين يركبوا عليها. وعلاش نقول يركبوا عليها؟ لانه محاربه الفساد في تونس ولات فوند كوميرس سياسي. كل واحد عامل فوند كوميرس، واحد عامل الهويه فوند كوميرس، الاخر عامل الوضع الاجتماعي فوند كوميرس، الاخر محاربه الفساد فوند كوميرس، دي فوند كوميرس. كل واحد هذاك هو يعني الكرونو، خلينا باش الكرونو اللي يخدم عليه. فما ناس يخدم على كورونو اسمه محاربة الفساد ومكبشة غد. طيب هالناس هذية اللي تحكي على محاربة الفساد، شنو اللي قدمت في محاربة الفساد؟ قدمت ملفات حقيقية وشفناها يعني في السنوات الأخيرة. هالناس هذية مش هي اللي مشت للبلاتوات متاع الفساد، هي قلب تونس فاسد. أنا معك، وبقية القنوات اللي أنت متصدر فيها مش فاسدة زعما، وقاعدة تبيض فيك وفي عائلتك بكل. يعني حبيت نقول يما يكون هالملف هذا نخرجوه نخرجوه من التجاذبات السياسية. ما هوش محل تجاذب، راهي مصلحة البلاد ماهيش محل تجاذب. ومحاربة الفساد ماهيش تاع مزايدة، ماهيش تاع مزايدة. والهوية زادة ماهيش تاع مزايدة، والأوضاع الاجتماعية ماهيش تاع مزايدة. هذه قضايا حارقة في البلاد، لازم يكون حول إجماع وطني. حتى واحد ما باش يحتكر الهوية، وحتى واحد ما باش يحتكر الدفاع على المظلومين والمقهورين، وحتى واحد ما هو من مصلحته ولا من مصلحة البلاد أنه يحتكر محاربة الفساد. يعني وبالتالي هذه مشكلة حقيقية يجب أن نطرحها. نحب نرجع للنقطة وحيدة. شوف فما قضية أنه ثورة الصناديق. أنا أقول ما وقع في الانتخابات الأخرانية لا ثورة ولا حد شيء، هي إعادة تشكيل الأصوات. كي تجمع أنت في الأخر الأصوات اللي طالت البرنامج، كي تجمع مثلا التيار القومي اليساري تلقاه خذا تقريبا نفس النسبة اللي كانت عند الأطراف هذيك، والتيار الدستوري لو كان تلمدوا
مع بعضه تو يطلع هو تقريبا نفس النسبة. والنهضة والقريبين لها لو كان جمع الأصوات اللي تحصلوا عليها تلقى تقريبا نفس النسبة، فقط شنو اللي تغير؟ يعني التوزيع لا أكثر ولا أقل. وبالتالي خلينا نكون واضحين، تونس انت قلت بكري الناس اللي ساعدت للبرلمان وما يلزمش اقصاها، مش اللي ساعدت برك البرلمان في تونس ما يلزم اقصاء حتى حد، ما تنجمش تقصي حتى حد، حتى الاطراف اللي ما طلعتش للبرلمان لا يجب اقصاها. احنا عشنا واضطهدنا واقصينا، اليوم لا يجب ان يقصى اي طرف. اليوم الوضع الاقتصادي والاجتماعي يقتضي منا وحده وطنيه صماء. اللي ما يحبش يفهم هذا قولوا راك باش تصطفي حيط بعد دقيقه. واضح دقيقه دقيقه انا باش نعطي. تفضل بالنسبة سعد الرزاق. ملاحظه اولى، تفضل. كيف نتحدثوا على الاطراف رانا نتحدثوا على مختلفين، ولكن نتحدثوا على اختلاف داخل الوحده. نحب وحده وطنيه داخلها اختلاف وتمن بالتنوع. احنا في حركه الشعب عندما نتعامل مع الاطراف ونتعامل مع الناس لا ننظر الى ما نختلف فيه معهم، ولكن ننظر الى ما نتفق فيه معهم لنتواصل على ذلك الاساس المتفقين فيه. اذا نبحث دائما عن المربعات المشتركه بيننا وبين المختلف عنا حتى نستطيع التواصل استنادا الى تلك المربعات المشتركه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه تتعلق بالفساد. ارى ثم حاجتي، ثم الفاسدين وثم الفساد. الفاسدون لا نتعامل معهم إلا بملفات قضائية ويوجهون إلى القضاء. الفساد ظاهرة لابد أن نتصدى لها بمبادرات تشريعية وبآليات عمل لا تؤدي إلى الفساد. إذن ثم فرق بين التعامل مع الفاسد ومع الفساد. الفساد مستشري في بلادنا، لكن ثم آليات عمل ساعد على وجود هذا الفساد لابد من معالجتها ولابد من تغييرها بآليات ومبادرات تشريعية تؤدي إلى عمل شفاف لا يكون فيه فساد. وهذه مهمة مش لي أنا ولا حركة الشعب فقط، وإنما لكل الأطراف ولكل الوطنيين في البلاد. ما يجمعنا مع رئيس الجمهورية هو ما أعلنه من توجه وطني شعبي، ذلك ما يجمعنا معه. نفكر في هذا، لا يهمني فيه يمين أو يسار، ولكن اهتمامه بهذا البعد الوطني الشعبي هو الذي يجمعني معه، وهو الذي يجب أن نتواصل معه وأن نسنده فيه. حتى على الأقل تونس خدموا برشا على السوسيال. أنا قلت بالنسبة لي تعتبر المشروع الاجتماعي كيف المشروع الاجتماعي مشترك. اللي ما يقومش على الهيبات، اللي يقوم على الحقوق، اللي يقوم على العمل، اللي يقوم على إعطاء الفرص، تكافؤ الفرص، المساواة أمام الناس بين الناس. واضح. حتى نختم أسامة خليفي، تفضل. حتى نختم، احنا تحكيت على الشعب التونسي، احنا مشينا له الشعب التونسي، وثلاث سنين واحنا مشينا شفنا شنية الحالة الحقيقية للشعب التونسي. وإذا كان ثم انتصار عمله قلب تونس اليوم، حط موضوع الفقر ومحاربة الفقر في قلب المعادلة التونسية، وهذا ما نجم ينكر حتى حد، كونه الناس كل كانت معناتها قبل وهو مش نعايبة في الخطابات وفي السجالات وفي العركات السياسية هذه اللي حبوا يرجعونا ليها، تو كانوا لاهين بالشيء هذاك. وإحنا مشينا وشفنا التوانسة ولقينا لهم هبات، لقينا لهم حلول حتى ولو بالهبات، لكن احنا عملنا حاجات. مش كنا نبيعوا في الريح المراكب ولا كيما الناس قاعدة تتكلم، لأنه الكلام ما يجيبش حلول. اليوم يلزمنا نمشيوا للفعل. نعم. والفعل كيفاش؟ الفعل برؤية صحيحة للبلاد وبقراءة حقيقية للبلاد تضمن الوسطية والاعتدال. تونس نقولها، أنا نقولها، تونس ما تتحكم كيف الوسط، تونس ما تتحكم كان بالرياض، تونس كان ما تتحكم كان بمناخ يكون فيه معناتها مناخ سليم، ما يكونش فيه الإقصاء، ما يكونش فيه النبذ الآخر، ما يكونش فيه العنف، ما يكونش فيه هذا كل. تونس يلزمها مصالحة وطنية شاملة يتوافقوا فيها المواطنين مع الدولة، يتوافقوا فيها السياسيين مع المواطنين، ونمشيوا لقدام معناتها باش نلتحقوا بالدول المتقدمه، ونقعدوش نرجعوا نحلوا في مشاكلنا عام 40 وعام 60. شكرا لك اسامه الخليفي نائب رئيس الكتله البرلمانيه لقرب تونس. شكرا لك استاذ عبد الرزاق عويدي نائب رئيس الكتله البرلمانيه للكتله الديمقراطيه. شكرا لفيدال كزغلي. شكرا لك محمد حموني. هكا نوصل لنهايه موعدنا لليله، موعدنا ان شاء الله جات كالعاده غدوه مساء 8.